مستشفى العودة بقدر تركيزنا على امتلاك أحدث التجهيزات الطبية، نحرص على وجود كادر طبي ذو كفاءة عالية. أولوياتنا هي راحة المريض وتقديم أفضل الخدمات الصحية. تعبانة كتير وخايفة كتير، بس لما جيت على المستشفى كان كتير اهتمام ورعاية، ممرضات والأطباء، حتى في غرفة العمليات يعني روح الفكاهة عندهم. فأنا بنصح كل ست حامل تيجي تولد في العودة، لأنه بضيعوا كل الخوف والتوتر اللي عندهم.